بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنناقش تمارين السلسلة الأولى من وحدة مقاربة أولية لمفهوم القوى، وهي المعنونة بأختبر معارفي، والتي تضم التمارين 1 و2 و3 و4 من الصفحة 64 من الكتاب المدرسي. فبدون إطالة سنناقش هذه التمارين، بدءا مع التمرين الأول الذي يتمثل في إتمام الفراغات بما يناسبها. القوة ما هي؟ القوة هي مقدار شعاعي، هذا المقدار الشعاعي ينمذج كل فعل ميكانيكي مطبق بشكل متبادل بين جملتين ميكانيكيتين، سواء كانتا هاتين الجملتين متلامستين أو متباعدتين. الفقرة الثانية: الفعلان المتبادلان يكونان متساويين في القيمة. إذن نقول الفعلان المتبادلان متساويين في القيمة ومتعاكسين في الاتجاه. الفقرة الثالثة: حامل شعاع الثقل تكون دائما وجهته نحو مركز الأرض، دائما حامل شعاع الثقل تكون دائما وجهته نحو مركز الأرض. هذا بالنسبة للوضعية الأولى. الوضعية الثانية: يقترح علينا أن نختار من إجابتين في كل شطر، اختر الإجابة الصحيحة. يقول: خلال جلوسك على الكرسي يحدث أو لا يحدث فعل متبادل بين جسمك والكرسي. إذن نحن نختار هل يحدث أم لا يحدث، حيث تكون جهة فعل الجسم على الكرسي من الأسفل إلى الأعلى أم من الأعلى إلى الأسفل، وتكون جهة فعل الكرسي على الجسم من الأسفل إلى الأعلى أم من الأعلى إلى الأسفل. يعني حتما العبارة الثانية تؤكد وجود الفعل في العبارة الأولى، أي خلال جلوسك على الكرسي فإنه يحدث فعل متبادل بين جسمك والكرسي، أي حينما تجلس أنت تؤثر على الكرسي والكرسي يؤثر عليك. حيث تكون جهة فعل الجسم على الكرسي من الأعلى إلى الأسفل، يعني أنت تضغط على الكرسي نحو الأسفل من الأعلى إلى الأسفل، وفي نفس الوقت فإن الكرسي يضغط عليك من الأسفل إلى الأعلى. نمر إلى الوضعية الثالثة: أجب بصحيح أو خطأ. يمكن للفعل الميكانيكي أن يشوه ورقة، جرب. نعم، حينما تطبق قوة أي فعلا ميكانيكي على ورقة فإنك تشوهها، إذن فهذا صحيح. يمكن للفعل الميكانيكي أن يحول جملة كيميائية. ما دخل الفعل الميكانيكي في الجملة الكيميائية؟ الجملة الكيميائية يؤثر عليها فعل كيميائي، ونحن نتكلم في الميكانيك، إذن فهذه الجملة خاطئة، هذه العبارة خاطئة، الفعل الميكانيكي لا يحول جملة ميكانيكية. الصواب الفعل الميكانيكي يحول
الحالة الحركة يغير الحالة الحركية للجملة الميكانيكية، أو إذا كنا نتكلم عن الجملة الكيميائية فالفعل الكيميائي يحول الجملة الكيميائية. إذن فبالتالي عبارتنا هذه خاطئة. الفعلان المتبادلان، يعني الفعلان الميكانيكيان المتبادلان متزامنان. ما معنى متزامنان؟ أي يحدثان في نفس اللحظة، ليس هناك بينهما فاصل زمني. فنأخذ المثال الذي ذكر في السابق، جلوسك على الكرسي فيه تأثير متبادل. أنت تضغط على الكرسي يعني تؤثر على الكرسي، الكرسي يؤثر عليك في نفس الوقت. تكتب بالقلم على الورقة، القلم يضغط على الورقة، الورقة ترد بالمثل على القلم في نفس الوقت، يعني ليس هناك فاصل زمني بين الفعلين، فهما متلازمين متزامنين. العبارة الرابعة، الثقل هو فعل الجسم على الأرض. فعل الجسم على الأرض، العكس هو الصحيح، لأن الأرض هي التي تملك قوة الجذب وليس الجسم. نعم هناك فعل متبادل، ولكن في التسمية نقول الثقل هو فعل الأرض على الجملة أو فعل الأرض على الجسم، وليس فعل الجسم على الأرض. إذن الثقل، ثقل الجسم هو قوة جذب الأرض للجسم، أو هو فعل الأرض على الجسم. هذا بالنسبة لهذه العبارة. إذن فنكتب التصويبات، إذن الثالثة صحيحة والرابعة خاطئة. نمر إلى السؤال أو الوضعية الأخيرة في هذه السلسلة، يطلب منا أن نعطي أمثلة عن أفعال ميكانيكية تلامسية وأفعال ميكانيكية بعدية. إذن سنأخذ على شكل جدول أفعال ميكانيكية تلامسية، مثل اليد على القلم. فاليد لكي تؤثر على القلم يجب أن يكون هناك تواصل ميكانيكي، ربط ميكانيكي، تلامس اليد مع القلم. إذن فهذا فعل ميكانيكي تلامسي. مثال ثاني، القدم على الكرة. الإنسان يلعب الكرة، لا يلعب الكرة بطبيعة الحال ويؤثر فيها عن بعد، يعني من غير أن يلمسها، فيضرب الكرة بالقدم لكي يؤثر عليها، هذا فعل تلامسي آخر. المثال الثالث، القلم على الورقة، يعني لا يستطيع القلم أن يؤثر في الورقة أو القلم في الصبورة من غير ملامسة، فهذا فعل تلامسي. الآن القائمة الثانية، أفعال ميكانيكية بعدية، يعني تأثيرها من غير تلامس يعني عن بعد. أولها الكرة الأرضية على الأجسام الموجودة في فضائها أو في حقلها، من هواء ونباتات وأشجار وكل الكائنات حتى التي تسبح في الفضاء في الهواء. إذن فهي تؤثر فيها عن بعد. خذ على سبيل المثال الطائرة. الطائرة لو لم يعمل محركها أثناء طيرانها أو يتوقف فإنها ستهوي إلى الأرض. إذن فهذا تأثير عن بعد. الكرة الأرضية، كوكب الأرض، يؤثر على الأجسام الموجودة في حقله أو في فضائه عن بعد. المثال الثاني، الشمس على الكواكب. الشمس كنجم، أقرب أو أقرب نجم إلينا، فهي تؤثر على جميع الكواكب الموجودة في حقلها أو في فضائها عن بعد. فهي تؤثر على الكواكب التي نعرفها، عطارد، الزهراء، المريخ، الأرض إلى آخره، يهمنا من بينها الأرض. الشمس تشد الأرض نحوها بقوة، بفعل ميكانيكي عن بعد. فلولا وجود قانون يتمثل في القوة المضادة الناتجة عن الدوران لانجذبت الأرض إلى الشمس باعتبار أنها تدور. فهذه السرعة وهذا الدوران السريع يؤدي إلى قوة تعمل عكس الأولى، يعني تجعل الجسم متوازن في مداره. إذن هذا بالنسبة للمثال الثاني.
المثال الثالث المغناطيس على الأجسام المغناطيسية كذلك تأثيره بعدي، فحينما يكون لدينا مغناطيس ويوجد بجواره يعني في حقله في فضائه جسم مغناطيسي كمسمار أو إبرة إلى آخره، فإنه يؤثر عليها عن بعد يجذبها نحوه. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.